السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية سطيف لنقف على المشروع نتاع المصنع الضخم اللي راه انتهت الاشغال به، حيث انه العملاق الكوري سامسونج يعود بقوة الى السوق الوطنية بافتتاحه اكبر مصنع له في الجزائر لانتاج الاجهزة الكهرومنزلية بولاية سطيف، اذا وبالشراكة مع مجمع سينوفا، مجمع خاص جزائري. ويحتوي هذا المصنع الجديد على 3 وحدات لإنتاج الشاشات التلفزيونية والغسالات وكذلك الثلاجات، وأعلن يكون فيه في غضون السنة هذه فتح وحدة جديدة أخرى لإنتاج المكيفات الهوائية. إذن 4 وحدات لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية في مجمع في مركب ضخم بشراكة جزائرية كورية جنوبية. إذا خليكم تتابعوا الفيديو حول هذا المشروع الكبير، والسلام عليكم.